لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص حمادة حمادة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. ما هي آخر تطورات الانتهاكات الصهيونية في هدم أبنية وادي الحمص؟ بالأمس قام الاحتلال الصهيوني بهدم كافة المنشآت التي أصدر بحق الحاكم الأفريقي قرارا بالهدم، كما رأيتم عبر شاشات التلفاز قام بهدم 10 مباني ولم يبقي منها أي شيء. دخلت قوات الاحتلال بعتاد كبير، كانوا ما بين 1000 إلى 1500 جندي مدججين بالسلاح و جرافات كبيرة الحجم ومقاطات كبيرة الحجم وسيارات متفجرة، وقاموا بهدم هذه المنشآت وحظر المنطقة أمنيا وإصدار أمر بأنها منطقة عسكرية مغلقة، وقام بإخلاء المواطنين قصرا وتدمير منشآتهم فوق ممتلكاتهم. نعم. ما هي الوضعية القانونية لهذه المباني في ظل ادعاءات صهيونية بأنها مخالفة؟ لا، هي ليست مخالفة، هي على أراضي سلطة فلسطينية مستندة حسب تقسيمات أوسلو A وB وC، شقة واحدة فقط في منطقة C تقع في منطقة الحزام الأمني الذي فرضه الاحتلال حديثا، وباقي المنشآت في منطقة A وB وحاصل على تراخيص من السلطة صاحبة الصلاحية وزارة الحكم المحلي، ولكن الاحتلال يدعي أو يتضرع بأنها تقع في منطقة حرم الجدار الذي فرضه على أساس أنها تهدد أمن الجدار، وهذا ادعاء باطل حيث أن هذا الجدار وضع لفصل أراضي السلطة الفلسطينية عن بعضها البعض، ولا أي مستوطنات أو مستوطنين يقطنون في هذه الأحياء أو هذه المنطقة، هي مناطق فلسطينية. ما الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من هذه الانتهاكات التي باتت شبه يومية من قبل الاحتلال تجاه المقدسيين وممتلكاتهم؟ نعم، نحن نتعرض لهجمة شرسة، فهناك عشرات أوامر الهدم بحق منشآت أخرى لم تفعل بعد، ونتوقع تفعيلها في أي وقت لأنه لا يأبه لممتلكات المواطنين واستقرارهم الأمني. نحن نحشد الإعلام ونحشد الدعم الدولي من خلال مناشداتنا لممثليات السفارات الدول ومناشداتنا التي أرسلناها الأمين العام للأمم المتحدة. السلطة الفلسطينية تبذل كل ما تستطيع من أجل جعل المجتمع الحقيقي يشكل ضغطا سياسيا على هذه الحكومة الظالمة للتراجع عن قراراتها، وكذلك سيتم التوجه إلى المحكمة العليا لتقديم شكوى ضد هذه الانتهاكات ولرفع قضية، حيث أنها تعتبر جريمة من جرائم الحرب. لم يحدث مثل هذا الهدم الجماعي والتشريد القسري للمواطنين منذ العام 1967، يعني القوات التي دخلت هذه المنطقة لإرهاب الناس ولفرد العضلات وللاحتفال بما حققته من تدمير، قوات لم نرى مثلها عند اجتياح بيروت العام 1982، الاجتياح الظالم الذي على أثره تم قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وتشريدهم في مناطق عدة من الدول العربية. في هذا السياق بحديث عن هذه الجزئية التاريخية، إلى أي مدى يقترن التصعيد بهذه الإجراءات مؤخرا بما يعرف بصفقة القرن التي أعلنت عنها الولايات المتحدة؟ نعم، صفقة القرن هي من الأمور التي جعلت حكومة الاحتلال الصهيوني وجيشه يتجرأ على الإسراع في هذا الفعل، لأنها تهدف إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وبالأخص المقدسيين، فهذه خطوة من خطوات قد وضعوها، لا نعلم ما إلى أي مدى ستصل الأمور، كما وأن الظالم بنيامين نتنياهو حاكم إسرائيل مقدم على الانتخابات، فهو يريد أن يستعرض عضلاته أمام المجتمع الصهيوني لكي يحقق أصواتا بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم في بيوتهم، واستغلوا هذا الظرف لعطلة موجودة لدى البرلمانات الأوروبية في العالم، ولا يوجد أيضا أعضاء كنيسة فهي منحلة في حكومتهم الفاسدة،
هي خطوة من خطوات ثقة القرن المرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لكم رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص حمادة حمادة، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة القدس المحتلة.